بخسارة أمام الهلال السوداني وأداء سيء من لاعبي النادي الأهلي، وأيضا تحكيم عليه علامات استفهام كبيرة جدا، وخطأ من الشناوي، وتشكيل غريب من مارسيل كولر. من يتحمل مسؤولية هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني في افتتاحية مشواره بدوري أبطال إفريقيا اليوم؟ ومن دقائق معدودة انتهت مباراة الأهلي والهلال السوداني بخسارة للأهلي بنتيجة 1-0 وضياع ضربة جزاء من فريق الهلال السوداني. ولكن الأبرز في هذا اللقاء هو الأداء الغير جيد، أو نقدر نقول الأداء السيء للاعبي الأهلي في هذا اللقاء. أخطاء بالجملة من اللاعبين، وخطأ كبير جدا من حارس مخضرم هو محمد الشناوي، وأيضا تشكيل غريب لمارسيل كولر في هذا اللقاء. من يتحمل مسؤولية الهزيمة، خطأ الشناوي أم تشكيل مارسيل كولر؟ وأخبار وتفاصيل أخرى كثيرة هنتابعها النهاردة معاكم في صدى الكرة. تحياتي أسامة إمام، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من صدى الكرة. هتكونوا دايما موجودين على صفحة صدى البلد على الفيسبوك، وأيضا على قناة صدى البلد على اليوتيوب. خليني أرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني النهاردة، الناقد الرياضي محمد السيد. أهلا بيك أستاذ محمد. أهلا بيك أسامة، أهلا بيك، وتشرف إن أنا موجود معاك. يعني مشرفنا دايما في صدى البلد. والنهاردة هزيمة النادي الأهلي أمام الهلال السوداني بنتيجة 1-0، هزيمة منذ زمن بعيد. يمكن الهلال السوداني ما انتصرش على الاهلي من فتره كبيره جدا، 16 سنه بالتحديد. هزيمه في افتتاحيه مشواره بدوري ابطال افريقيا في الوقت اللي فيه ميلودي سان داونز الجنوب افريقي بيحقق الفوز الثاني ليه على قطن سبورت، وطبعا احنا عارفين ان مباراه الاهلي والقطن تاكدت بسبب كاس العالم للانديه. 6 نقاط لميلودي سان داونز، 3 نقاط للهلال السوداني، 0 من النقاط للاهلي والقطن الكاميروني. طبعا بلا شك بدايه مخيبه للاهلي في دوري ابطال افريقيا. كل كان منتظر بعد كاس العالم للانديه ان الاهلي يعمل انطلاقه قويه في دوري ابطال افريقيا وينافس على اللقب اللي هو الهدف الاساسي للجيل ده من اللاعبين وللمدير الفني مارسيل كولر ولاداره النادي والجمهور النادي بعد غياب الموسم الماضي. ولكن جاءت البدايه مخيبه، بدايه مخيبه للامال بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بالنسبه للمتابعين للنادي الاهلي. الهلال في السودان بتبقى مباراه صعبه، ولكن اداء الاهلي النهارده ما كانش يوحي باي تفوق او ما كانش يوحي باي رغبه في تحقيق انطلاقه قويه في دوري ابطال افريقيا، خصوصا بعد تاجيل مباراه القطن الكاميروني اللي هي كانت اسهل نسبيا سواء للاهلي او لاي فرقه بتلعبها في المجموعه. فتعتبر النهارده الانطلاقه الحقيقيه او البدايه للنادي الاهلي في دوري المجموعات. مجموعه قويه في سان داونز زي ما قلت، كسب مباراتين، تصدر بدري، نقدر نقول ضمن كمان الصعود او التاهل البدري، محتاج نقاط قليله من المباريات اللي جايه، واخد 6 نقاط، متربع اقرب منافسين ليه الهلال السوداني كسبانه في المباراه الماضيه. القطن الكاميروني بالنسبه له هتبقى مباراه بالنسبه له تبقى سهله برضو، كسبه في الكاميرون، فاكيد طبعا في جنوب افريقيا هتبقى الامور بالنسبه له سهله. مبارياته مع الاهلي سواء هنا او في جنوب افريقيا بيبقى فيها صعوبه، وده اللي الاهلي وضع نفسه فيه، وضع نفسه في ازمه ان هو خلاص بقى محتاج يكسب بره ملعبه القطن او سان داونز. بالظبط، ده طبعا بالظبط يعني عشان يرجع تاني فوز بره ملعبه. بالظبط كده، على الاقل بخلاف طبعا انتصاراته هنا في ملعبه. مباراه القطن هنقول ان هي مش صعبه سواء هنا او في الكاميرون بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن كان الكل بينتظر رساله او انذار من الاهلي لفرق المجموعه والفرق البطوله ان هو جاي ياخد البطوله. ده ما اتحققش النهارده بالاداء اللي شفناه النهارده، اداء لا يرقى الفريق فعلا داخل بشراسه وبيقول انا عايز اخد دوري ابطال افريقيا. تمام، ده الهدف اللي احرز طبعا في مرمى الاهلي النهارده من الهلال السوداني، زي ما احنا شايفين طبعا الصور اللي موجوده معانا، والكاميرا طبعا لو تجيبها معانا الصور العرضيه بدات من فاول لفريق الهلال السوداني، وبعد كده تمركز غير جيد للاعبي الفريق النادي الاهلي في منطقه الجزاء، وبعد كده خطا من الشناوي. كره سهله جدا يعني. تمام، كره سهله جدا. الشناوي طبعا يعني صد النهارده ضربه جزاء، ولكن الهدف مسؤوليته مسؤوليه كامله النهارده. ليه؟ كوره ما حدش لمسها، يعني لو نشوف الكوره ملعوبه راحت في الزاويه البعيده بدون ما اي حد يلمسها. كره سهله جدا، اخطا في تقديرها اصلا الشناوي من البدايه، كره مش ما فيهاش صعوبه، ولكن تقديرها هو اللي كان خاطئ من الشناوي. مش عارفين ده سرحان برضو، استمرار لمسلسل اخطاء الشناوي الفتره الاخيره، يمكن شفنا له بعض الاخطاء برضو في كاس العالم للانديه. في اداء راحت على طول في الزاويه البعيده مباشره بدون ما حد يلمسها، وده طبعا تقدير يعني سوء تقدير من حارس المرمى. الشناوي حارس كبير، يعني كره زي دي ما تخشش في حارس كبير، يعني المفروض في المواعيد الكبرى معروف ان الحارس الكبير في المواعيد الكبرى هو بيبقى صمام الامان لفرقته، ولكن النهارده شفنا خطا ساذج جدا من محمد الشناوي. العنوان اللي موجود معانا على الحلقه النهارده، مين يتحمل الخطا؟ هل خطا الشناوي ام تحمل الخساره عفوا؟ خطا الشناوي ام تشكيل مارسيل كولر؟ خلينا